طب ايه اكتر فيلم بالنسبه لك كان ازمه بيومي؟ طبعا انتوا صحابي وعارفين ظروفي عامله ازاي وحاجات كتير عامله ازاي. كلمه بلدي وحمله فريزر. وان انا بتكسف كتير جدا في حاجات الواحد مش عارف ايه. يعني من الحاجات اللي انا ما كنتش اتمنى اعملها وكان ازمه بالنسبه لي وازمه عائليه كمان عيال حريفه. يعني مش حابب بس عشان هم بيرجعوا يزعلوا والكلام ده، بس انا ما كنتش حابب اعمل الفيلم ده خالص لان انا عمري ما انتميت للسينما ديت يعني ولا لشكل السينما ديت. بس انا يعني الساعه 3 الصبح مروح بيتي لقيت تليفون حد بيديني اوردر الصبح وقال لي اسم الفيلم. والله العظيم قال لي حضرتك عندك تصوير الساعه 9 الصبح في المتحف لا بيقول لي حضرتك معانا بكره 9 الصبح في المتحف الزراعي. قلت له دي رحله. عامل حسابي يعني عامل تربه الشاي وسندوتشات وبتاع. لو رحله قول لي يا ابني مش فاضي وبتاع. قال لي لا تصوير. التصوير ايه؟ قال لي اسم فيلم غريب كده بس. وسمعت في الاخر المحضر اللي بتعمل ده احمد السبكي، فرحت رايح لاحمد السبكي بخناقه كبيره. قعدت معاه من 3 لغايه حوالي 7 الصبح في المكتب وخرجت ماضي كالعاده يعني. قلت وانا ايه؟ خلاص للدرجه دي ماليش قيمه عندك؟ مفيش ورق عشان اقراه؟ فقعد يضحك. مش عارف كان بيضحك ليه؟ عشان هو عارف اني ما بقراش بس بتعشم يعني. بس ولا ومش لا ومش هعمل كده وبتاع وفي الاخر مضيت. بس